حفل جنسي جماعي، هما التلاتة مع راجل واحد بس اللي اسمه محمد. سارة بتلعب مع العيال في الشارع. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن احنا لازم نتعلم من أخطائنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة التقهلي، قرية اسمها قرية تلبنت. قرية تلبنت قرية كبيرة من صغيرة، والناس كلها عارفة بعضها. زوجة اسمها شيماء وجوزها اسمه محمد، وليهم صاحبة اسمها هدى. الأم هنا شيماء عندها بنت اسمها سارة عندها 3 سنين. شيماء عندها بنت عندها 3 سنين. أكرر تاني عشان بس نفهم الجريمة تمت ازاي والوحشية ازاي. الأم اسمها شيماء متجوزة وعندها طفلة اسمها سارة 3 سنوات. ليها صاحبة اسمها هدى، دي صديقتها، يعني شيماء وهدى ما بيفترقوش عن بعض، ما بيفترقوش عن بعض. جوزها جوز شيماء واحد اسمه محمد. محمد في الوقت ده كان بيمارس مع الاثنين، مع مراته ومع صاحبتها. يعني شيماء ليها صاحبتها اسمها هدى، جوز شيماء كان بيمارس مع شيماء ومع هدى، ما فيش مشكلة خالص. ولا اكتر من كده اتعرفوا على واحدة اسمها كريمة كان بيمارس معهم هم التلاتة. يبقى شيماء وكريمة وهدى وجوز شيماء اسمه محمد. محمد كان بينام مع مراته شيماء عفوا، ومع صاحبتها هدى، ومع واحدة تاني اتعرف عليها اسمها كريم. الاغرب من كده ان كانوا بيعملوا حفل جنسي جماعي هم التلاتة مع راجل واحد بس اللي اسمه محمد. والحظ البنت التعس ان هي شافت ابو او جوز امها، لان البنت دي مش بنته، ده من زوج قبل كده. شافت امها مع جوز امها مع كريمة مع هدى وهو محمد بيمارس معهم هم التلاتة في وقت واحد. شفت الوساخة ان كانوا بيمارسوا الجنس قدام بعضيهم، قدام الطفلة اللي اسمها سارة. ولما كانت كريمة وهدى يقولوا شماش حشوا بنتك شايفان، كانت تقول لهم ده طفلة صغيرة ما تعرفش حاجة. الطفلة الصغيرة اللي عندها 3 سنين امها بتقول ما تعرفش حاجة. اما ايه اللي حصل بقى للطفلة دي؟ تعالوا بينا اقول لكم ايه اللي حصل للطفلة دي، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازالة الحلقة. ايه اللي حصل؟ ايه سارة بتلعب مع العيال في الشارع، 3 سنين يعني لسه مفطومة، فقاعدين يقسموا اللعب. فقالت لا انا عايزة الواد ده والواد ده والواد ده، هنلعب لعبة حلوة خالص امي بتلعبها هي واصحابها. عايز ايه؟ هنلعب احنا التلاتة فلان وفلان ونجيب فلان معانا، وتعال ندخل جوه. الطفلة اللي عندها 3 سنين اللي ما بتعرفش تتكلم، لكن العيال الايام دي بقوا عفاريت. اختارت بنتين معاها وجابت واد معاهم في سنهم في الشارع، ولا يلا كلنا نخلع بقى ويجي الواد ده اللي هو واحد معاهم في الشارع يعمل كذا وكذا زي ماما وعمه بيعمل معاهم هم التلاتة. الواد بيقول هنعمل ايه؟ عيال صغيره مع بعض. البنت خلعت هدومها الاسفل السفلى وخلعت عيالها وقالت له يلا اعمل زي ما بشوف ماما مع عمه. في الوقت ده دخلت شيماء هي وصاحبتها ما بتفرجهاش هدى، شافوا المنظر. بتعملوا ايه يا عيال؟ البنت قال بنعمل زيك يا ماما لما بتعمل مع عمه محمد لما بيجي هنا. الام فاقت ان البنت بتحكي الكلام ده وبتتكلم فيه وعايزه تعمل زيه، هي عندها 3 سنين. هدى وكريمه قالوا لامها شيماء البيت لازم نخلص منها، هتفضحنا وهتجرسنا، ولو حكت الكلام ده قدام الناس هتبقى فضيح. والحمد لله اللي احنا اللي شفناها مش غيرنا اللي شافها، لو غيرنا اللي شافها كان عرف ان جوزك محمد بيمارس معانا احنا الثلاثه في وقت واحد. الام قالت هنعمل ايه في البيت؟ قالت عايزاها فيها. انت عايزه البيت دي فيها؟ هي كانت ولد. ما هو برضه نظره المجتمع لغايه دلوقتي في بعض الناس المتخلفه ان بيشوفوا ان الولد احسن من البنت، في حين ان في الايام دي احنا بنشوف البنت مناره واحسن من الولد 100 مره احيانا.
الام قالت خلاص نخلص منها على جنب، ببقى عيله هامه هي عايشه تعمل ايه يعني من حلاوه الدنيا. التلاته مسكوا البنت راحوا خانقينها مموتينها، وجوا في مصرف على مصرف البنت دي وراح رامينها عند المصرف. في الوقت ده الشرطه طبعا الناس لقوا بنت ميته، بنت مين دي؟ طلعت لامه بالزعج، انت فين يا بنتي؟ مين اللي عمل في بنتي كده؟ وهدى وصاحبتهم كريمه وجوز امها اللي كان شاهد على الجريمه، مين اللي عمل في بنت مراتي كده؟ ابتدوا العيال الصغيرين يتكلموا، كانت بتلعب مع مين؟ قال كنا بنلعب فلان وفلان. البنت بتحكي لامها كنت بتلعب ويا حبيبتي؟ قالت دخلعتنا البنطلونات وقالت نعمل زي عمه بيعمل مع ماما احنا الثلاثه. ابتدى الكلام ينتشر في القريه. المخبرين وصلوا من معلومة رئيس مباحث قبض على الثلاث ستات والراجل وقال له معرفوني لعبتين اللي بتلعبوها دي. بالضغط عليهم الراجل قال انا ماليش دعوة، دي مراتي ودي صاحبتها ودي حبيبتي وكان برضاهم هم التلاتة، انا ماليش دعوة ولا كنت اعرف اي حاجة في الموضوع. انت كنت بتمارس معهم هم التلاتة في وقت واحد؟ قالوا ايوه، وكل واحدة موافقة عن التاني، والستات قالوا ايوه احنا كنا موافقين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت زي ما بتحكي لي مراتي شيماء والاثنين اللي معاها شافوا البنت هتحسبها لعبه وبتلعب مع العيال، البنتين صاحباتها وجايبه ولد يعمل معاهم زي انا ما بعمل مع الثلاثه. امها شافتها هي وهدى وكريمه قالوا لا البنت دي نخلص منها. جيت بسال على البنت قالوا احنا موتناها، انا ماليش دعوه. اعترافات تفصيليه من امها شيماء ومن صاحبتها هدى ومن عشيقه جوزها اسمها كريم، اعترافات تفصيلية ومثلوا الجريمة ومكان ما رموا الجثة. طب يا اخي اذا ابتليتم فاستتروا، انتوا بتعملوا المصيبة والخطيئة دي، اقفلوا الباب عليكم، لكن بتعملوها قدام طفلة عندها 3 سنين وشيماء تقول لك البنت ما تعرفش حاجة، البنت تحسبكم بتلعبوا وحبت تجرب اللعبة. وكانت النتيجة ايه؟ ان انتوا خفتوا على نفسكم، ما خفتوش من ربنا، خفتوا احسن البنت تتكلم قدام الناس فقتلتوها. لا في امومه ولا في رحمه بطفله، ده انت حتى لو مش امها يا شيماء ارحم طفله عندها 3 سنين ما تعرفش يعني ايه اصلا الدنيا ولا البلاوي اللي فيه. وبدل ما تاخديها وتحضنيها وتحبيها وتحاولي تغيري فكرها للاسف خلصت منها عشان تبقى اكثر تحررا وما تخافيش ولا تعملي حساب لحد، لان انت كنت خايف عشان البنت تكبر وما تعرفيش تعملي حاجه. اديك قتلتيها. تم القبض عليهم، خدوا 4 ايام وما زال التجديد مستمر لغايه ما يلقوا العقوبه المناسبه. اما بالنسبه للزوج محمد يقول لك انا ما كنتش اعرف حاجه، انت ما شاركتش في الجريمه صحيح، ولما جيت قالوا لك احنا قتلنا البنت عشان كانت بتقلدنا، لكن انت كنت المفروض تبلغ، انت اتسطرت، وما دام اتسطرت يبقى شريك اساسي. لكن انا بستغرب، طب امها كانت موجوده ما صعبتش، هدى وكلمه كانوا بيقتلوها ما صعبتش عليك يا امها؟ والله حكم الاعدام وهنترك ده للقضاء، لازم يكون حكم قاسي عشان تكون عبره غيركم. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.